مساء الخير مساء المحبة والسعادة مشاهدينا الكرام تحياتي لكم ضيف جديد وحلقة جديدة من برنامج مع الفارس حلقتنا اليوم وفارسنا اليوم جدا مميز قريب من قلبي أني يعني شخصيا لأن هواي هواي كنت أتابعه كنت أتابعه تحديدا من كان يطلع في قناة أغانينا لحقت كان عليه بأغانينا بس هو قبل أغانينا له باع طويل في مجال الوسط الفني فنان جميل جدا محترم جدا صوت راقي وملحن كذلك راقي الجميل الأستاذ مظفر الامير مساء الورد. مساء العافيه عليك حبيب قلبي. نورتني. استاذ نزار. والله انت المنور يا حبيبي. جدول قلبك. مظفر الامير من الاصوات الجميله ولكن ما عنده حظ. أه نبتديها يعني هكذا. لا والله انا بديت وكنت محظوظ جدا صراحه. اي. لانه كم من المطربين اللي طلعت وياهم كانوا نعم. فنانين اقوياء يعني ومعروفين بالساحه. ما نعم. كنت اصغر منهم عمرا. نعم. بدي يعني احكي لك على الفتره اللي طلعت بيها م. اول اغنيه نزلتها كانت كان اكو التلفزيون العام نعم نزلت على التلفزيون العام وصعب تنزل اغنيه على التلفزيون العام <applause> شنو اول اغنيه لك كانت؟ يعني هي طال غيابك طال و... واخرج لي اياها المخرج محمد الخطاب أه، وكانت من الحان سهيل شوقي نعم جدا جميله نعم ونزلت على التلفزيون العام على العراق جميل يعني قصد يعني تظهر اغنيه جميله تختفي هوايه ليش؟ هو اكو نوع يعني انا قبل احنا كنا بننزل اغنيه الاغنيه لها سنه زين سنه يلا المطرب او ست اشهر يلا المطرب يجي يسجل وينزل اغنيه ثانيه هسه اختلف الموضوع المطرب كل اسبوع بنزل اغنيه الله احنا يعني ايش وقت الناس تلحق تسمع وتعيش الاغنيه وتحفظها على ما ننزل اغنيه ثانيه هاي 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 واحد زين, زين. اثنين اه السفر السفر لا. وكثره الحفلات انا يعني كنت مثلا برا من المطربين يعني القلائل الموجودين برا نعم كان نعم العراقيين نعم الشباب العراقيين موجودين فكنا نتعب يعني كنت اطلع اكثر من حفله كذا ما نهتم بعدنا صغار وها فشيء دائما متعوب يعني يعني الاستوديو يراد له يعني تفرغ نفسك نعم تسجل بعدين انا رجل بالفن ايه؟ ورجل برا الفن لا مو صراحة بصراحه خليني احكي لك شغله بس بس ايه؟ هذا السؤال انت ايش قلت؟ هسه انت لا انت مستمر بالفن خلينا نقول وحالك حال بقية أصدقائك ولا أنت معتزل برا الفن لا أنت مستمر بالفن لليوم أي. بس ما أعرف مثل تطلع لك كل فترة أغنية حلو هذا حلو ما أريد يوصلني ولا أوصل ما من طلعت أي. في وقتها أي سوت أي سوت صحيح. حم... شيء جميل بس اختفيت, اختفيت أو برانصح. يلي تبيعون الورد كانت قبلها على أغاني هي, هي أي. هاي مو سياسة هاي هاي لها علاقة بالشخصية <applause> شخصيتي جان أي. يعني من من النوع اللي أحب يعني مثلا أسوي شغلة ما ما عندي هذا يعني اللي فوقه فوقه فهمت بس الفوقه فوقه احلى هو هو صحيح يعني المتابعين والجمهور يريد إيه؟ يريد بس احيانا اكو ظروف محيطه تحكمك يعني جاي بظروف المحيطه أي ها؟ يقول اسمع هذا نسمع صوتك ونرجع زين نستغل صوتك اليوم تمام الا عاشر غيره واخلص منه راح يحلم نلتقي ويتمنى بعد ما يهمني عذابه ونوحه خلي يشوف ايش سوى هو بروحه وحتى لو القاه ما اهتم له حلو. لو يظل بس هو ما ارجع آه له <applause> الا عاشر غيره واخلص منا آه. راح يحلم نلتقي ويتمنى بعد ما يهمني عذاب ونوحة خلي يشوف السواه هو بروحة هو حتى ذا القاه ما اهتم له لو يضل بس هو ما رجاله الله لا. الله عاش صوتك كانه عاش صوتك عاش بعد صوتي صوت ما مفتوح بعد مفتوح يعني. بعد, بعد ما يخالف صوت جميل مين. انت هاي دو الاغنيه آه ل حامد الغرباوي كلمات حامد الغرباوي والحان علي صابر اغضت صدى في وقتها أي جميل جدا نزلها بصوتها مع الاصابه يعني احنا غنيناها والحمد لله والشكر هي لاقت صدى يعني نزلها بصوته يعني بصوتها بموافقتك؟ والله هو كملحن يغني الاغنيه يعني الناس تسمع تحب تسمع بصوته بموافقتك نزلها بصوته؟ والله لا <applause> زين هل يجوز انه ينزلها بدون موافقه المطرب؟ هسه دا تصير يعني دا تصير ان الملحن اذا أنا موافق او المطرب موافق تنزل ليش؟ انت ما وافقت بوقتها مو ما موافق عليه يعني, آه. يعني ما اعرف انه هو هو نزلها يعني ما قال لي راح انزلها زين بصوته حلوه هاي الاغنيه بصوتك؟ والله هو الملحن هو المبتكر بس يعني الناس اكو ناس حبتها بصوتي صراحه ما اعرف اراء الناس الباقين حتى لما يسمعوها بوجهه نظرك انت غنيت ايه؟ الاغنيه وعلي صابر غنى الاغنيه ايه؟ من الاحلى؟ من الاجاد؟ والله هذا هذا الجمهور يحكم انت احكم انت واحد انت من انت انت واحد من الناس انت كجمهور ايه؟ هسه بعد صوت علي صابر؟ سامحه صوت علي صابر زين انت شنو رايك؟ هو احلى احلى غنى انا لهو مو مشكله انا مقدم برامج بس انت رايي لا 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 هسه انا انت كمتلقي صح ايه؟ ولا لا؟ مشكلة يا احلى انا ما اقدر اقدم يا احلى غنى علي صابر لو انا لا انت احلى من علي صابر غنيته بهوايه صدق انت تحكي لو جد والله العظيم والله العظيم ما جابني شفت اذا انت واحد من الجمهور رغم انه لازم ما انت رايي كمقدم برامج بس اسال انا المصور هم مخرجنا مخرجنا يا هلا احلى على صوتك يا صوي انت طبعا اكيد يا تمام اي والله من جاب هذا استفتاء اي بس هو المفروض علي ما انت رايي بس صدقا انا احبها بصوتك انا سامع بصوتك وبصوتك معناته معناته جزء يعني كرأي كرأي اثنين بالجلسه معناتها مغني لا لا أنا لا لأنه أنا مطرب هو طلع كملحن هو صوته لا يعلى على فكرة فنان والناس هسه تحب أغانيها بصوته صراحة نزل أغاني بس أنا عندي شغلة اه ايه يعني حتى كنت من أغني أغنية عربية لمط فنان عربي أو كذا كنت أغنيها يعني بشهاده الملحين انت انت جيد زين انت اخذت لحن من علي صابر ليش ما استطليت سمر مع علي صابر اليوم علي صابر في الجوه موجود ليش ما تتعامل مع علي صابر آه، علي صابر لا اخذت منه كم لحن اخذت منه السجاي اخذت <applause> لا لا منه ولا لا. انصار لا لا أعرف السجاي اي اظن كلمات الغرباوي كذلك آه، حامد لا 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 بعد. السجاي بسجاي سجات مثل ايدك آه، اليمن دقيقه آه صباح الهلال الله يرحمه صباح زين لا انا احكي اليوم ليش أيوه؟ ما تتعامل مع علي؟ عندي وحده هسه بس هم ما أخذها قبل عرفت شلون؟ علي هسه يعني طلع من مجال المحليه زين لانه قام يتعامل وياه مطربين عرب يعني لا لا لما, بقى لما, بقى لما يكون عنده كم بس الاغلب يتعامل مع العراقيين ما يتعامل مع العرب لا 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 هسه عنده محمد عساف عنده ذني ذني عند بس ككم يتعامل مع العراقيين معروف هسه ما كنت اعدد لك وين يا هو مو يا نزل كل اغاني اغلب اغاني اصيل حميد، اغلب اغاني تقصد هاي, هاي من من بعد محمود التركي من, من سنتين الى ان هم يم ابو لك بعد سبحان الله هو اللي قدام العين هو اللي يكون قريب من العين قريب من القلب أي, اي اي يعني انا اقول لك شلون يعني انت لما تكون مطرب وياه دائما 24 <applause> ساعه بالاستوديو تطلع اغنيه حلوه تاخذها نعم <applause> <applause> ما ينتظر مثلا مظفر عايش بغير دوله أقابره عندي هيك شفتهم شلون؟ البعد عن الوسط الفني والمحيطك الفني اخرك سي ليش انت كم مطربين عندك هناك عرب ذات العراقيين تقريبا 20 30 مطرب معروفين بدبي خوش حكي وهم موجودين حوالي فاكيد يأخذون حصه الاسئله الاقرب وطبعا وصايره حرب على على الحانة لانه هو بصراحه مبدع يعني أرجع. تحياتي له طيب سؤال صدقا انت الحب اخرك الحب اثر عليك لا انا معلومه انه انت... انت انت عاطفي جدا بحيث من تحب انا اعرف اللي يحب يتشجع يبدا انت شو من تحب تروح تبتعد عنه ليش؟ لا لا بالعكس انا شوف احكي لك شغله الانسان لازم يحب يعني ما معقوله يعيش بدون احساس هاي, هاي 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 بس الانسان ما عنده احساس ما يحب بصراحه من من حبيت انت من النوع اللي يحب اه. يبدع أم يختفي ويلتيه بحبيبته لا يبدع المفروض يعني لانه شو بدك تختفي لا ما اختفيت انا مرتك هاي عم يدعو عم تدعوفي والله احكي لك شغله لا هسه حاليا هسه اي يعني يعني بين بين، يعني انت الانسان لازم يعني ينطي مجال لكل شيء بحياته. لذلك يعني ما اخذ وقتي الفن كله اخذ وقتي، انتبه. هي هاي اكو ما... ليش اقول لك الاشياء المحيطه بال... بالفنان؟ انا كفنان نعم ما اخل يعني ما كرست حياتي للفن صراحه. مم. اكو مجالات هواي اشتغلت بيها. لذلك اخرتني. لو اني يعني صاب جهودي وتفكيري وتركيزي كله على مجال الفن لا يختلف موضوعي. في آه ها اوكي. إيه. لذلك انا اشوف الحياه بها هواي خطوط وهاي مجالات زين. لازم الانسان يستغلها، لي يكرس حياته يعني انسان كمقدم برامج خلينا نقول نزال نعم لما تكرس حياتك بهذا المجال يعني راح تضيع هواي خطوط بالحياه. خير ان شاء الله، والله ما فهمت منك شي بس تعرف انه انت بد... انه انت ما موجود أي. اي عندي اهتمامات تختفي ارجوك، انا دي... قالوا لي بصراحه قالوا لي انه لين هو عاطفي مني حبي يختفي كل الاشياء اللي وانا قلت يعني شنو يا يختفي؟ لا هذا 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 اعتقد يعني نوع من او كسول حازم جابر قال عنه كسول في اللي اللقاءات لا ما له علاقه بالكسل جت فتره تمرضت يعني الانسان ما يتمرض ومرضك تحديدا هنا اوه شلون هاي لا سلامه تفتهم شلون؟ يعني فهذا يخلاني ابتعد بس ما ابتعد عن حفلاتي، حفلاتي اقدر اغني بها بس الاستوديو ما تبتعد عن الحفلات لان بيها فلوس؟ لا ما دي ممتاز لا 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 بس لازم اتواصل يعني انا احب التواصل ويا الناس مباشر يعني طيب اسئلتنا هواي خلي نستعجل انا وانت، انت ملحن جميل تمام ابرز اعمالك خلي اقول اللي انا احبهن اغنيه للفنان همام ابراهيم أه ما قلت للناس احبك حبك مبين علي, علي هذه الكلمات حازم جابر حازم جابر طبعا جميل حازم جابر سمعنا شيء منها ما قلت للناس احبك حبك مبين علي ما قلت للناس احبك آه حبك مبين علي الله تريد اغمض هنا حت عيوني حتى ما يشوفوك بي آه كل شي بينا صار واضح وحبنا بين بالملامح كل شي بينا يا نزار صار واضح حبنا بين بالملامح, بيّن بالملامح قلبك وقلبي حبيبي صار صارني دقن يدقن يدقن سويا يدقن سويا حلوة هاي الأغنية أيوة. ونجحت نجاح في وقتها كبير طيب ليش ما أنت غنيتها؟ شوف ليش هاي. ما تأخذ أنت هذا النجاح؟ هاي الفترة اللي أنا انطيت الهمام كان علي صابر قاعد يمي بالبيت موجود زين يعني كان كان أنا بالأردن زين إجا ضيف يمي يعني فهو يلحن نعم. فشافني بهاي الأغنية قال لي أنت ملحن هاي الأغنية قال لي أول مرة أسمع إيقاع جنوبي مم. وكلمات حب جميل إيه هسه تنتبه أه. الايقاع الجنوبي دائما مرتبط بالاغاني الحزينه خوش حكي يعني اللي هي بسيطه تهون وارتاح أه. ما اظن يجيب أه. البخت الله ما بيعرف أنهلي هلي كله جنوبي إيقاع أه. الايقاع الجنوبي هذا أه. وتعرف هذا الايقاع مرتبط بالاغنيه الحزينه الكلمات الحزينه هاي قال لي اول مره اسمع اغنيه حب وغزل جميل. الايقاع الجنوبي ليش انت ما غنيتها؟ كنت احب الهمام يعني هذا همام يعني جميل هو همام همام من الشباب الحلوه وانا يعني كنت احب اساعده بصراحه جميل اساعد اصدقائي ونجحت هي عنده وجاني قال لي هاي حبيت الاغنيه ليش ما اغنيها؟ هي كنت ناوي اسجلها انا مم. وحازم يعني قال لي يلا قلت له راح اعطيها لهم قال لي شكو بهم بالتوفيق وفعلا هي كانت من اجمل الاغاني سجلها ولحد هسه هي اللي موجوده اي لا موجوده يعني تذكر ما ما يعني هسه من تقول همام هي هاي الاغنيه بس, بس هي ما قلت للناس احبها صحيح صراحة أصبح من أصحاب الواحد تذكر لي.. تذكر أغنية أنت ب... لا لا قول هو... لي أغنية هو غناها لا والله ما أتذكر له أي واحد تسأله هسه أقول لك ها مغني ما قلت للناس أحد صارت له بصمة, زين وأنت كذلك أعطيت أغنية ما ما أجيب اسم الأغنية قبل غني لي إياها لأحمد المصلاوي من الحانك إيش قدمت لأحمد المصلاوي؟ أي غنيت له أغنية جميلة شو تقول؟ اللي هي أنت لحنت له اي طبعا طبعا رد رد لي وحنحن حن علي آه والله ودمع العيون هل هل, هل, علي, هل علي, علي روح اشتريها حسسني بيها واسال عليها والله خطيه والله خطيئ آه ما عندي غيرك قلبي اسيرك تتركني وتروح يقبل ضميرك يقبل ضميرك الله يا عريقين. زين هاي ليش ما غنيتها انت؟ <applause> مو قلت لك يعني يا كسول اسمعني والله حتى كنت تقول هيك بس هاي ليش ما تقول هذا الانسان عنده عطاء يعني اكو فرق بين زين سؤال يعني انا هسه مثلا تعال. ما عندي انانيه بهذا الموضوع اقول لك ليش اقول <applause> لك ليش هسه انت لا مستمر بالتلحين ولا مستمر بالغناء يا نزار يا حبيبي هسه انا مثلا ملحن الاغنيه انا حاط وصمتي بيها لان هي الحاني هذا احساسي بس ركز لي يغني باحساسي بعملي انا مسوي يعني انا موجود بالاغنيه إذا هذا السؤال إيه؟ اللي بقلبي حتى اروح سؤال ثاني هسه انت في دول عمرك هسه ايه؟ انت لا مستمر ملحن ولا مستمر كمطرب هنا تختفي ولا تختفي ليش لانه هسه انت ملاحظ كل الاغاني المطيهية اشتهرت طبعا هسه تعرف, تعرف ليش؟, ليش؟, ليش. ليش لانه انا مو تجاري بهالشغله اخذتني انت شو راح آه. اقول لك ليش مو تجاري أنطيها محبة يعني حتى المطربين يجوز قسم طوني يعني طوني هيك مبالغ رمزية نعتبرها طيب بس و و أفهم فنانين نمجة. أخذوهم مجانا أكو بعض بعض لأنه مو هاي الألحان مو تجاري هاي إحساس هاي أنا حبيت هالاغنية وطيب زين اسمع هذه حتى المشاهدين يوم اليوم نستمتع بصوتك إيش قدمت لدالي يا أغنية الفنانة الجميلة الدلوعة دالي <applause> ده اللي هي تقول لا وعيونك ما راضيك ظل يعني. بزعلك هالمرة انه هو غنية بس قويه. <applause> يعني عيونك هاي قوية هاي قوية لدالي ايه بس خلي اتذكر قديم كل شيء يعني من اول اغانية اللي اشترت بها يعني دالي ترى ضربت عدها يعني هاي الاغنية تقول لا وعيونك ما راضيك ظل بزعلك هالمرة عالنار عالنار تقلب خليك لخلي بقلبك حسره يعني هي هاي حلوه اي يعني والله نجحت بصوت دالي النار يعني هي صبا هاي الاغنيه بس هي انا بوقتها يعني تميل للريفي بس اخذت صداها هاي الاغنيه كانت تميل للريفي يعني بس دالي غنتها بطريقه هيك بها لطافه شوي يعني سويتها لليوم اشترت لليوم متواصل انت مع الفنانه دالي؟ والله دالي يعني انا شفتها باخر مره قبل كورونا موضوع كورونا فد يمكن سنتين ثلاث اربعة في بغداد وبعدها ما شفتها لان هي يعني سافرت اعتقد لامريكا. طيب. وقل التواصل بينه وبينها، لحد نعم. الان احنا ما متواصلين. زين انا عندي. طيب انا عندي كم سؤال. ايه. اه انت حضرتك خبير بالاصوات. تمام. كونك فنان جميل ايه؟ وكونك اه انا دراستي يعني انا احسن اصوات. اي. ترى احنا كل اللي درسنا مع دراسات الموسيقيه نعم. كطلبه. نعم. ندرس اصوات ونظريات زيان. موسيقيه. مم. وندرس الطبقات يعني اعرف انه هذا لازم تغني هنا يعني مساحه نعم. صوتك وتميز بين الباس والالتو وال والباريتون والسوبرانو والميتسو سوبرانو نعم. يعني انواع الاصوات يعني نعم اي نعم زين اه عندي اني يعني اربع اه مطربات اربع مطربات اربع تمام نبدا نقارن قول لي من الاقوى صوتا فقط بعدين نجعل الإحساس على الترتيب هذا شيء ثاني تمام كصوت اليوم من الأقوى شذا حسون أم رحمة رياض؟ كقوة. كقوة. مو كقوة شذا؟ شذا حسون أقوى الأقوى. أقوى صوت لأن أنا استضافيت صباح أقوى محمود قال لا قال صوت رحمة أقوى. لا. بس كصوت أنت تقول شذا. لا لا. طيب بس كمل لي شذا حسون صوتها أقوى أم دموع تحسين؟ آه لا شذا حسون؟ أقوى من دموع تحسين؟ آه حتى ذا فويس حتى ذا دموع عنده باور قوي لا مو ولا مو انت ما سامع حزين لا, لا 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 دموع تحسين آه صوتها يختلف يميل للرجولي اكثر انتبه وهل تعاب ها تعاب الامراه لو يميل صوتها للرجولي؟ لا 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 ام كلثوم طيب خ... خ... خلينا نستمر اذا ام كلثوم عندها صوت ترى جهوري اذا صوت الشذا إيه؟ اقوى طيب لا لا ها كقوه يعني اذا تحكي انت كباور كقوه الصوت ما اعرف اي انت... با با باور آه شو اسمها دموع اذا قوه يمك هي شنو مو الباور 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 غير الاحساس وغير العرب احس اكو واحد انسان صوته قوي بس ما لا. عنده عرب يعني ما عنده احساس طيب زين اكو فرق بين الاحساس وبين العربة اللي تطلع بصوت التريلات هذا يعني اكو اكو صوت متمكن ليش صوت شلون يعني متمكن لا جايك بالمتمكن لا في طيب. طيب. لحظه زين شذا حسون حتى نكمل كصوت اقوى ولا دالي لا شذا حسون زين من هؤلاء الاربعه أي. من الاحساسه اقوى رحمة رحمر احمد آه، هذا الحاجة حلو إيه، احساسها كأساس. جدا عالي ويوصل انا آه، اذا غنوا هذول اربعتهم زين احساس يوصل اسرع زين. بالنسبه لي الاجمل وين راح يكون كقوه الصوت ام كاحساس؟ الاجمل الاحساس اولا لانه انت اول شيء الاحساس اولا الاحساس بعدين قوه الصوت يعني لما ي... لما يصير عندك مكس بين القوه والاحساس م. اوف هذا يصير يعني صوت متكامل لان انت عندك مثلا اصوات قويه بس ما عنده احساس، ما حرك احساس. اذا انا ما احس معاه راح يعبر. بينما من اللي راح يظل ببالك؟ الاحساس اللي يحرك احساسك. زين كاحساس رحمه مي. ولا اصيل هميم؟ اصيل. اه اصيل؟ اي. إيه. احساسه؟ احساسه وقوه صوت؟ اي لا احساس آه صوت اصيل متمكن اكثر. انا آه احكي موسيقيا. اي موسيقيا موسيقيا. ما علاقه حتى ما يحب هذا او يحب هذا. اثنيناتهم حلوين انتبه اعرف اثنيناتهم اصواتهم جميله اعرف بس اصيل هميم تمتلك من العرب ولترلات بصوتها ما لا تمتلكها ما يعني يعني عندنا احنا مصطلحات هم يعرفون ترى الموسيقيين كلهم ما عندها قوه صوت زائد احساس انتبه زائد انه عندها كم من العرب بصوتها اي لحن ممكن ي... ممكن تأدي وتأدي ببراعه وتوصل لك احساس اذا نعتبر اليوم اصيل ما بين اللي ذكرناهم أي؟ الافضل بوجهه نظرك؟ مو ما نقدر نقول الافضل كصوت كصوت, كصوت كخامة كصوت, كصوت, صوت كصوت هي الاجمل طيب يعني اذا اصيل الله ينطيه الصحه والعافيه صوت جميل واحساس زائد امكانيه صوتيه امكانيه صوتيه جميله اكيد نعم هم كلهم مبدعات ونجمات وكلهم كل واحده لها لون كل واحده لها لون وعلى فكره الجمهور نعم يعني يجوز اصيل غنت كم اغنيه نعم بس اكو ناس حبت مثلا دالي او دموع او رحمه صحيح ليش شا... ليش شغلة معينه نعم. بهذا بعد... كاركتر هذا الشخص كيفته شلون لان اكون ناس مطربين ترى نجمه وهم ما يمتلكون الامكانيات الصوتيه بس هو ككاركتر جميل الناس حبته حبت حبتها... هذا هو له مقبوليه من رب العالمين لو غير يغني مثل هاي الاغنيه ما, راح تنتشر طيب هم. في اغاني سرقت من عندك اغنيه واحده كانت اغنيه وطنيه من سرقها أه محمد عساف محمد عساف سرقها أه نزلها كيف؟ نزلها تراث غناها غير كلامها هي اغنيه كانت اللي هي على الكوفيه على الكوفيه؟ اي وغناها ببرنامج عن مواهب اغنيه على الكوفيه علي الكوفيه وعلي ولو لحبيها هي إيه مالتك شنو كانت؟ هي مالتي مالت تقول ليلة البارود هي هل هل الحلوه نخليها للدنيا تصير حكايه تسولف بيها البرنامجات الحل ما تحلى لا لا بشفراعي هاي الاغنيه ما غنيتها وطنيه كانت بوقتها يعني عرفتين شلون؟ فهاي الاغنيه هي مالتنا يعني هي عملنا بكل الاحوال هي وطنيه زين إيه؟ هاي الاغنيه في وقتها كانت مثل للوطن ام لشخص؟ لا للوطن هي طبعا لان كانت وقتها يعني احنا كنا نغ... يعني كل يعني شلون يعني البرنو ما تحلف شفراعي راعي الوطن لا يرمي لا 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 كف لا لانه احنا الرجال صدام حسين يرمي بالبرنو <تصفيق> 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 يعني بابا احكي لك شغله هسه انت فتت بموضوع انا والسياسه ما احكي بس انا احكي ليش لك ليش؟ هسه هاي الاغنيه غنيتها للوطن ام صدام حسين؟ للوطن هسه انت بس وين صدام حسين؟ احنا للراس العالي احنا للراس العالي وما طخينا احنا العراقيين معروفين هاي معروفه العراق شلون؟ دول اهل الدم الحار تكمل كلامها دول اهل الدم الحار احنا مسمينه إيه؟ ما يرتاح بكل عمر اللي يندق بينا طبعا والبرنامات احلى الا بشاف راعي اريد اعرف راعيها من زين راعيها اي واحد هو كان لازم البندقيه بوقتها نعم. بالجيش العراقي طبعا انا تحيه للجيش العراقي من 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 تاسيسه الى الى, إلى الان بعد 100 سنه شرفت صدام حسين؟ والله شوف احكي لك شغله احنا عاشرنا ذاك الزمان اي انا يعني لا لا عشرنا ذاك أي. الزمان وهذا الزمان ماكو واحد مو بكيفه ترى ماكو واحد يغني اغنيه وطنيه الوحيد انا ما ذكرت اسم بيه انتبه ها جيب الاغنيه من بدايتها لنهايتها ليش؟ لان أغطيها طابع وطني احنا ما نغني الشخص احنا نريد نطلع من من عبوديه الاشخاص الصراحه عندنا ناس انت كنت مرضي لك شغله انت كنت مرضي اللي يغنون لا 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 كل واحد غنى هو حر انا أي. ما علاقه ارضى وما ارضى نعم شو خاصنا بهذا الموضوع مم. بس انا أحكي لك علي, على اني فكرت شنو؟ مم. انا احب يغنون لكل العراق. اريد نطلع من موضوع انه مسؤول يصير الناس تعيش وتموت لاجل هذا المسؤول. عيش وموت لاجل العراق اخي. زين هاي خوش تعيش. شلون؟ بس المهم انه هذه مو, مو احنا صار عندنا صار عندنا انتماء للاشخاص وتركنا الوطن. زين. انت شلون؟ زين اليوم اليوم إيه؟ في شخصيه سياسيه ممكن ان انت تغني لها؟ كل واحد اشوفه يخدم العراق اعطني شخصيه سياسيه تقول اليوم ممكن انا اغني له شو شو والله شوف احكي لي منو يعني حاليا لا, لا. لا حاليا ماكو ما ما موجوده شخصيه سياسيه ممكن تغني لا, لا 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 اكو شخصيات بس لحد الان ما شايفين خيرهم انتبه لا ما شايفين خيرهم لسببين لسببين لانه احنا الوضع اللي بيه هسه العراق الوضع اللي هسه بيه العراق اكو ناس بدها تشتغل بس بدها تشتغل مقابلها خطوط اخرى تشتغل ضد يعني اوكي تفهم شلون؟ اذا لما يوصل الانسان تبين منجزاته ذاك الوقت تغني له انت ما تغني الشخص وبعد منجزات ما منطي منجز للعراق اول هن الكهرباء وبعدنا نعاني منها واحنا بلد نفطي ممتاز فاي مسؤول هنا هو مسؤول عن هاي الشغله اي مسؤول مو بس الكهرباء <applause> لحد الان فقر بالعراق واحنا اغنى بلد نفطي اي مسؤول هذا أغني له هسه اللي يستاهل الغناء مثلا مثلا صحيح. هاي وجهه نظري صحيح حقاً. لحد الان عندنا شوارع محفره بالعراق محفره بالعراق اي مسؤول اغني له انا يعني زين ممر المسؤول منا ما شاف الحفره مثلا زين ممتاز لحد الان احنا عوائل شهداء تركض ورا ورا لا عوائل شهداء أروح لها للبيت وتشرف المسؤول يروح لها للبيت له صحيح يتشرف الى الشرف انه يروح يوقف ببابهم لان دول طيب. ما ماخذين حقوقهم ماخذين أيه؟ حقوقهم هوايه ما ماخذين حقوقهم بعدهم انا ما اخلي ام 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 شهيد ولا اخو شهيد ولا اخو شهيد يركض بال... على حقه صحيح اروح للبيت اوقف له بالباب لان هذا الطدم انت بعدك قاعد ورا المكتب هاي المفروض إيه المفروضي هاي المفروضي هاي المفروض اي المفروض بس المطلوب اثباته وين؟ ايه المفروض القادم ان شاء الله يكون اجمل ان شاء الله طيب محمد عساف من خذ هاي اخذها لحن هسه احنا رجعنا على الفيشن <applause> طلعنا <applause> هو عنده انتقالات فظيعه بس نرجع للموضوع الاساسي اللي كان ايه مو احيانا الموضوع يتفرع عندي بس راح ايه. ارجع للاصل طمع. الاصل يقول من اخذ هاي الاغنيه محمد ايه. عساف اه شنو اللي كتب عليه؟ الحان من؟ هي هاي الاغنيه الحان علي بدر ايه المشكله هو موتنا واحنا بالحياه <applause> شنو اللي كتبه؟ تحيه لعلي بدر طبعا قاعدين انا وعلي بدر اقول لك قلت له علي بدر سمعت تم متوفي طيب طبعا تحيه قال لي ليش؟ قلت له كاتبين على اغنيه اغنيتنا تراث أوفا. تراث <تصفح> وانتوا علي بعدكم؟ قلت له توعدك وعدك موجوده عاده الاغنيه التراثيه لما يمر عليها فد 100 سنه زين ما عاتبتوه آه انا ما محمد عساف ذاك اليوم طلع ترى خلينا نكون صريحين انا صحيح. هو طلع ببرنامج ما انا قبل ما اشترى عشر سنين هو من هو محمد يعني ذاك اليوم مو من هو اسف يعني على الكلمه هو عمر الفني يعني لما يقاس بشخص عمره 20 سنه نعم زين قلبي وانت عمرك 10 سنين فانت تعامل على قد العشر سنين زي. هاي اي فانا ما وصلتوا من... لعتاب ما اعرفه من هو بالمواهب فاني خابرت م... علي قلت له علي هاي اغنيتنا شايلين الكلام اي في... وحاطين كلام كاتبين عليه تراثي حرامات فاحنا هسه صرتنا تراث حبيب قلبي <تصفيق> <تصفيق> القادم اجمل لا <applause> وبعدين التقى محمد ومع الساف وعاتبه وكذا وما ادري شنو ورتبها ونزلها الحانة علي نزلها حاليا قلت انت لما تنزلها الحانه انت غير هو يذكر ينزل جو مثلا ينزل جوه مثلا هذا اغنيه الفنان و وكذا صغيله رو... بس هو ما ادري شلون رتبها علي وياه ما اعرف خير ان شاء الله خير يعني ان شاء الله يوجه التحيه للعلاوي هو العمر خلصان ظلت على الاغاني ادري على اغاني احنا شوف احكي لك انا بهاي الشغله ما ولا اهتم لانه هواي خسرنا هواي اشياء اثمن منه بس هو انه سرقه فكره ترى صعبه طبعا صعبه سرقه سرقه الفكر اصعب من سرقه المال فكره انه تسرق فكره وموجود شخص هذا امر جدا كبير وعظيم، خلينا ناخذ فاصل، من بعد الفاصل نتواصل، خليكم معنا حياكم الله. ان شاء الله، الله يستر منك. امين. رجعنا لكم من بعد الفاصل، حياك الله نورتنا. الله يحييك ويسلمك يا رب ايه شنو الجمال؟ ما شاء يا الله يا حبيبي جمال عيونك فدول قلبك اكيد الانسان جميل يشوف الناس جميلين مثله انت آني انسان جميل على الله فكره وانيق افدول آه عمرك اكون مغ... نطلع أنا... مثلك بوسامتك بالشاشه ما اعرف لا شنب. العفو انت الاجمل والاحسن <تصفيق> <تصفيق> حبيبي الله يخليك <خد> بس <applause> انا عندي عتب عليك ليش شنو عتب؟ انا اقول لك شنو العتب يعني انا اول يوم اشوفك بي واجي اسهر يمك اي أيوة والله اطلب منك اغنيه <applause> بس انا جيتك بالاخير اي بس شوف آه؟ انت وين الاغنيه على فكره هو مختار زاويه خلي يشوفونا المشاهدين مختار زاويه وقاعد مظلمه مظلمه يعني إيه حتى لا بعدين بين. اخر اغنيه الساعه 5 الفجر جيتك اي اخر اغنيه تعرفون اخر اغنيه كان يجيني قال لي انا يعني نزار فاس انا عرفتك بالوجه قلت له حبيبي نزار آه عرفت نفسي رحبت رح اه رحبت طلبت مني من فضلك ولو لحظه بس انا جيتك على الختام اي فاني انتهى الوقت صح اتذكر والفرق يعني انحرجت بين صح الوقت صح لانه, لأنه هنا الوقت محدد ما لازم لا يقفل ماني و... سويت شوف انا جيت سهرت ما خلي هاي بس الزاويه مطلوب انا مطلوب اوكي هاي. هاي. هاي تستاهل أي. هاي حقك طبعا اكيد فجلست واسمع وانا احب اني يعني اقعد في مكان أي. لا لا اكون أي. بالاجواء فحتى على الغناء ما اخذ راحتي وانت تغني 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 عاد صارت خمسة الفجر قلنا خلي نلحق بعد يطل طل قلت تاخرت عن الوقت ثاني اصلا قلت لك ودا يقولوا لي احسنت فانت اليوم لازم تسمعني اياها وانا كنت مسلطن ها قلت له لك قلت لازم اطلب هاي الاغنيه من فضلك ولو لحظه اسمعك اياها بس لازم يعني قدمت تعرف وي لازم ما بدي احكي لا تحكي يلا عليك يلا اقرا لك اياها اصبر اقرا هاني اول مره يلا تمام هذه الاغنيه كلمات حازم جابر جميل حازم يقول من فضلك ولو لحظه اجرب قلبي وحظه وموت لو قلت ما اريد وحيا لو قلت ارضه اريد احكي بصراحه وياك أبو. قلبي يحبك ويهواك ولان ادري الذهب انت وبعد ما تغرني الفضه من فضلك ولو لحظه اي تموت هي من فضلك <applause> آه يا آه يا آه. نغم الحجاز من فضلك ولو لحظه أجرب قلبي وحظة أموت لو قلت ماري آه أموت لو قلت ماري وحية وحية لو قلت أرضى أريد أحكي بصراحة وياك قلبي يحبك قلبي يحبك آه ويهواك أريد أحكي بصراحة وياك قلبي يحبك ويهواك ولأن أدر الذهب أنت آه بعد ما تغرني الفضة الله 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 عايش صوتك كلام جميل هذا هاي الحاني طبعا أي لحن مم. جميل كذلك حازم جابر بعد اي على وانا احب الحجاز وملحن اكثر من الحجاز حجاز وضاربات حسين الغزال مم. مم. ملحن تريد تشمت تعال تشمت اها الوحده والدنيا علي التمت هاي أه كلمات أه الله يرحمه يعني حبيب قلبي علي فريداوي الله يرحمه علي فريداوي آه من اجمل الناس صاحب القلب الطيب الف رحمه ونور على قبره ايه آه 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 القادم ان شاء الله يكون اجمل عليك بكل بكل مواصفات النجم العربي ليش؟ بس اقول لك ليش؟ والله شوف احكي لك شغله صدقا <applause> انت تؤمن صوت جميل، اداء جميل، ملحن، كاريزما جميله ليش؟ آه السبب آه فاحيانا احيانا انت المطرب يراد لمؤسسه تخطط له حواليه تفهم مش انا افتقدت للتخطيط أه. للتخطيط الصح لانه شنو اللي اجوي يمي يعني كفنانين ما شاء الله يعني انا اخذت منهم اعمال واشتهرت بس من اشتهر تفرقوا يعني راحوا ومن اريد أشتغل ارجع اشتغل وياه وكانما ما اعرف يصير فد نوع من البعد الجفاء <applause> احس انا احس اذا انت تساعد واحد ببداياته زين هو زين ومو زين، زين انه انت ساعدته لان هاي والمو زين ينكر من المروء انه انت تساعد اصحابك واصدقائك نعم. والناس المبتدئين، بس مو زين راح يتذكر اوقات ضعفه راح يحس بضعفه شو وقت ما يشوفك اوف هاي قويه هاي طبعا اي انسان هسه ساعده بالمال يصير مليونير من راح يشوفك انت يضوج كانت كنت تصرف عليها او كنت تطي آه. او كنت واذا كان مطرب يتذكر ايام ضعفه او, شاعر يتذكر يد ايام يتذكر انه هو كان ولا شيء راح يتجرد من كل من كل هاي اله... آه آه. اللي هو بك طيب. فهاي هو يعني سلاح ذو حدين انت انه تخدم انسان صحيح اتقي إن شر من احسنت اليه بس الناس ما تكملها بالاكثار بالاحسان اليه نعم لحد يعني الان احسن منهم هم اصدقائي وموت عليهم رغم هم مقصرين مو مقصر هؤلاء هو من مثل ملحنين شعراء منتجين آه أحكي عن مخرجين بصورة عامة بصورة عامة. عامة ليش احكي لك ليش؟ لانه مثلا انا هسه مطي اغنيه اريد اوزعها جديده طيب اللي هي كلمات ضياء جديده بعد ما, ما راح اغنيها لانه بعد ما طيب عندي طيب طيب بعثتها الموزع صديقي هو آه قال لي عندي حفلات والتزام وورا راس السنه الا اسوي لك طبعا اوجه له تحيه مو تعالي يعني. انا <applause> آه من هو؟ ما بدون ذكر اسماء طيب ذكر اسمه محمود لا لا نعم انتظرت ورا السنه شهر ماكو شهر ونص ماكو دز بعدنا يعني صار لنا شهر ونص ورا واحد واحد صح ولا خلصت الحفلات وخلص يعني اكو التزامات يجوز عندك كمطربين هو قال لي اذا اذا تريد انتظرت اني يعني. قال لي تريد توزعها ترى وزعها انا مشغول هسه الا ورا راس السنه أفضل خوش حكي ورا السنه شهر ونص يعني اعطيته مجال لان انا احبه هو يوزعها وجزء يعني جزء... اي هسه اي سنه يعني حق... ماده عاليه ممكن؟ لا انا الماده اللي قدام منطيها ليش؟ اللي قدام منطيها شنو السبب؟ كم سنه يعني زين يعني شنو السبب؟ اي بس ما اعرف والله ارتباطاته او هو مشغول بس المفروض كصديق لي حطنا من أولويات لو كان 20 نجم الله تم شلون؟ هسه انا مثلا صحيح تربطني عشرة نزار الفارس ويجيني كذا من الناس الاعلام الكبار له اولويات لا لا كذا من الناس الكبار نعم مهما يكون هذا راح يوصلني بس هم اهتم الاولون أهتم اقرب بالم... أهتم الأولى حتى بالمعروف الاولى بالمعروف انا مو بشهره صحيح حتى لو كان نزار مو بشهره خلينا نقول مثلا جورج قرداح صحيح خلينا نكون صريحين صدقا نعم مو بشهره فلان من الناس من الاعلاميين هذول اللي صحيح يعدون على الوطن العربي ان شاء الله تصير احسن من عندهم انت نعم يعني ما ينقصك اي شيء لا جرائم ولا لسان ولا كاريزما كل انت انت ان شاء الله بس يعني مثلا من اشوفك بمكان ما اقل اهتمامي بيك واهتم جميل من الناس فهمت شلون؟ هاي تصير على حساب الصداقه وتصير على حساب العشره وتصير على حساب كل الامور الله يسامحهم ما يس... لا ما يسامحهم اليوم آه. يجوز الله يوفقهم يجوز فعلا الله يسامحهم خليهم نعم. فعلا مشغولين ترى, ترى هم يرادلها قوه يعني انه انت هسه انت حاطلك مليون هنا وحاطلك 10000 هنا نعم تروح على المليون عشت عشت نعم. تروح على المليون اكيد يعني مليون بالميه مليون يرادلها قوه هاي تطلع على 10000 قوه 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 صح. قوه داخليه انه انت يظل عندك رجع الاصول جميل الكلام، طلعت من العراق بيا سنه لان عندي وقت لازم استعجل صار ليش طلعت ذاك الوقت؟ اول حفله طلعت بيها كانت ليالي رمضانية بالاوبرا المصريه زين كان اول وفد يطلع بعد بعد جميل موضوع ال 90 تفهم شلون؟ اي فاحنا كنا طلاب مع دراسات موسيقيه واختاروني باعتبار انه انا اغني المقام والسولو مال ما المقام ورحتوا لمصر؟ رحنا لمصر وبعدين؟ وبعدين بالثاني كانت ليالي دبي وكان مع المرحوم الله يرحمه طالب القرضلي الله يرحمه، يعني انت ظليت بالعراق اللي ما بعد سقوط بغداد؟ آه لا بال90 كنت موجود كنت صغير لحقت على حرب ال90 زين شو وقت طلعت؟ طلعت بال98 99 قلت لك ورجعت؟ رجعت في اي سنه؟ رجعت تقريبا اول زياره لي بعد ما سافرت كانت 2005 او 2006 هيك يعني بعد السقوط بسنه تقريبا رجعت لي وحده كم كان معك لا لا مو وحده لا طع... يعني اتفقنا نسافر انا وفنان صديق اللي هو نجم كبير يعني بالعراق اوجه له تحيه ايثم يوسف امير الحب كان وياي عازف كيبورد يعني اورجن صديقه كان يعزف وياي دائما بحفلاتي عدنان لازار هم اوجه له تحيه تحياتنا سمو. لهم أمريكا هو نعم ما اعرف هسه ايثم وين انا شفته قبل فتره هنا نعم <applause> يعني تقدر اسولف لك الموقف اللي نعم ب... <applause> احنا كنا نازلين من نازلين من عمان والبغداد زي. تعرف الطريق طويل جدا يعني طالعين وبالسياره بسياره مو بالطيران. نعم. فعدنان قال انا اخذ انا قعدت يم السائق زي. عدنان قال انا اخذ اللي ورا يعني لبس وراك وكو كرسي الثالث قال اي انا اقعد بي حلو قلت له عجبت له قال لي بعليك يعني انا احبك اوكي اخر, آخر كرسي قلت <applause> له انا هاي يسموها خانتي المدري شنو بس ليش اخذتها بعدين عرفنا. المهم ف احكي ويا عدنان وكذا احكي ويا كنا نطلع وكنا نشوف مركبات محترقه بعد يعني من... نعم. من هاي احداث 2003 زين سيارات هنا دا يعني ما ادري شنو بعد بعد الامور ما صافيه زين اي أيوة واحكي ويا هيثم ما عليك يجي بالصوت جميل باقي هيثم نايم ونام من طلعنا من عمان الى ان وصلنا لبغداد قاعد هيك شاف من الطريق حجته الطريق <سؤال> ما عم بدي اسولف انا ما انام بالسياره أها. صعب انام وقضاها نوم الطريق كله وجه له تحيه حبيبي تحياتنا لامير الحب كانية بس كان شجاع نزلته يعني والله العظيم يعني كنت اجر لها اذن لانه هو معروف كلش بالعراق طبعا تعرف وكان يعني اي طبعا امير الحب يعني رجعت ذاك الوقت ما تعرفون الحياه شلون صايره الوضع الكذا ورجع رجعتكم موفقه ما شاء الله دائما تتوفقون احنا لكي. شفنا اهلنا الحمد لله ورجعنا صافا طيب يلي تبيعون الورد وين الورد راح يا الله تنطونا احنا لو نرد خلونا نرتاح خلونا نرتاح ايه؟ الورد عذبنا الورد شمينا عطره من بعد لا تين خده ولا عنة لا هو تفاح <applause> وين الورد راح انا ادري هاي كلمات لامي ناصر وجه له تحيه لحن علي بدر ولحن صديق وحبيبي ابو حسين علي بدر الغالي يعني علي بدر ترى من الفنانين الرائعين مبدعين ايوه هو عاشرني ترى سنتين ببيتي جميل قال لك لو ما قال لك بذاك اللقاء انا اعتب عليه هو يعني ذكر لك هو هاي اعتاب علي. لي علي بدر اي اعتاب مباشر مباشر هذا صديقي وحبيبي وجه وجهنا وياه هو يعرف اعرف احنا بالسراء والضراء بس يذكر محمد عبد الجبار ها بس يذكر محمد هو بلقاءات لا آه طبعا أي. محمد كبير هرم من آه. آه صديقنا محمد ونحبه اي بس هو يعني انا لو ملحن اتشرف طبعا محمد بس هو عايف بقيه بس محمد اقول له دائما عوف محمد بس محمد محمد شفت اللي نعم. اللي اللقاء مع نعم. بدر طبعا كان لقاء جدا جميل تفوشاتي راح هسه لحنت لفلان لفلان فلان ويعبرني يا يا معود وقف هنا راح بيه ما عثر ما ذكر هاي الحقبه السنتين اللي قضاها وياي بالبيت هسه راح ترى من اجمل الالحان للطهوه كان يمي بالبيت ايه ايه اي, أي, أي راح ونساني قل لك قل لك راح اللي غنوها غنوها وما ادري شنو ترى انا سجلتها اخذتها انا هم غنيتها بصوتي ونزلتها اخر واحد بيوم ذكر محمد وذكر <applause> ما وعبرني تعال وفلان وفلان يعني واحد اثنين اربعه خمسه سته <applause> خمسه اربعه اثنين <applause> زين ليش ايش يعني؟ ها والله ما ادري يحتاج لعقوبه والله لازم تعاقبه لا شعاقبة معاقبة سابقا بالبيت من شنو اسمه ولا احتاج لا لا حبيب قلبي هو جميل على فكرة روحه جدا جميلة صديق نعم صاحب نكتة نظيف جدا ها آه صديق والله يعني كان ما حس يعني يعني أنا, أنا يعني أنا 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 الحمامات آه، كنا الحمام حمام يجي ينظف حمامه وقالي. الله حمام صغير وحمام كبير هذا الحمام على قد يعني الان <applause> <ورقي. تصفيق> هو تعرف انت قال هذا على قد الحمام قلت له شوف شلون مهتم مهتم هو, هو جميل علي بدر يعني. وملحن راقي ومبدع ما عندنا صولات وجلاتات يعني لو لو قوية. يحكي لك اياها قويه اي طبعا اعرف اسرار عنده هسه اقول لك اياها امانه اعرف اسرار لقاء تنذكر بالجوله برمان لازم برا ما نطفي هو علي هو بعد هو بكيفه يريد يجي له احد <applause> <applause> ان شاء الله مع بعض في اقرب وقت طيب اجاني اجاني, إجاني. علي قال لي اغني كلام ولحن هديه شو وقت قريب اها اي والله كريم هو كريم هو يعني يثمر بي. هو ولا ضياء الميالي ضياء الميالي م. لحد الان يعني نروح ونجي سوا كبير علي لانه هون بغير دوله وهو بغير دوله صحيح دائما سوا احنا وانا صحيح ضياء اهم يعني الناس يعني يثمر بهم العشره جميل شاعر كبير ومهم ضياء الميالي تاريخ مهم ضياء الميالي حازم جابر حازم آه جابر شلون انتيمي انتيمي انا سوا ايه شفت لكم لقاءات مع بعض انتم هذا هو انتيمي هم كنا شا... نلتقي يمه بالبيت يجون نسيت <applause> اسمه اسمه جواد اللي غادي بنت البنتل يا <applause> هو جواد قلبك ينطش تعوفيني لا تموتيني انت البنتل ع... شو عادل؟, عادل جواد؟ عادل جواد اي عادل جواد ايش في؟ مغنى بنت البنت إيه موجود غنى بغنى. امك على البير ام على البير وبنت البت بنت البنت اي أه. شفتكم لقاهم كذلك مع بعض وين هو مختفي؟ مجزود. وينه؟ موجود بس ما اعرف ابتعد يعني هو الولد انت مو س... إيه صديقك ما تسأل عليه يعني انت على اللي بدر هنا احنا... انت ما لا لا ما احكي لك اني عادل صديقي إيه خلص عادل صديقي نعم بس ما عايشين ببيت واحد انتبه علي بدر عشره يعني عشره تحياتنا اللي شفتكم هم كذلك ده. علي صالح قال ست أشرب بيتي هو شو اقول لك شوي ادخل لبيتك بعد ما تحكي وياه طيب. لا لا يعني. انه يش يشفون يشوفون عفوا يشفون لا. من بحكي لك شغله كانوا بنفس الوقت على فكره ملحنه ماكو واحد جمع ملحنه بمكان واحد او شاعرين بس انا صحيح يعني جميل مطلع. والله العظيم مضادات يعني صاحب صنعتك عدوك يعني هاي بال... كمثل بس هم اصدقاء يعني, يعني. تعرف تظل منافسه يعني كان علي صابر يمي وعلي بدر يمي وضياء الميالي اه بالبيت انا كنت بيتي كبير وانا مقيم بعمان ما خليهم يروحون ونعم. اكو موقف يذكر علي في اليوم حكى يقول اجينا انا أحد الاصدقاء نه. من الفنانين بالساحه هاشمي يعني نزلنا اول ما نزل اول مره يطلع علي ما عرفوا يا فنان منهم ما عرفوا بس هو قال لي قال لي هذا الموقف قال لي حطينا جنطنا قال لي ايه علي هسه وين راح تروح انا راح اروح يوم جماعه انت وين راح تروح؟ شلون؟ فظل وحده آه انا شفته ورا هاي الموقف يمكن بيومين ثلاثه مم. او هاي شو قلت له علي تجيب وقت وتجي والنعم منك ما تقصر انت كريم وعلي بدر يستاهل, يستاهل. جديدك شنو قبل لا اختم ما ظل عندي وقت ايش الجديد؟ أمالك جديدة عندي، عندي <applause> عندي اغنيه ضياء الميالي اقدر اقول هالشعر بس ما اقول اللحن لانه وبعد جد ما امثله وقف لا تنسرق انا على مودك لانه ونس... حتى لا لا هاي الكلام أي. معروف الضياء تقول يلا على فراشك مم. وانت نايم اثر يبقى من ضواك وانا اجي لك رايد نجمه اتركها بغطاك حلو صرت اشوفك كوكبي وانا صاير لك سماك وبس افك للملقى حضني يلعب بقلبي هواك الله جد احبك ما اقول لك حيل عالي مستوى الله 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 جميلة ان شاء الله تشوف النور إن شاء الله. انا جدا سعيد اليوم بالحوار معك صدقني انت سيفي محترم وسيفي نظيف فدول عينك حبيبي واني اتشرف فدول عمرك واي لقاء راح تقول لي بي راح اجي فدول عمرك راح اجي قبلك للموعد الله يخليك لا انت حبيبي انت جدا ممتع والله انا يعني اتامل لك بعد فتره ان شاء الله تطلع من جو العربي توصل يعني ما ان شاء الله انا ممنون وعن. ولو انت هسه واصل ترند صاير بالجراء او اللي هاي واصل ترند فد عمرك شاكر ذوقك ولصفك بس اللي ماني شلون حتى لا يقول هذا كل حلقه لا والله لا والله جدا روعه روعه بالمحاوره روعه روعه بطرح الاسئله بالانتقال من موضوع لموضوع أني جدا يعني شكرا استمتع باللقاء القادم اجمل حبيبي ان شاء الله راح اجلس يمك اخر شيء يجيك بالقفله اذا مو تنساني ما تغني ضيافتي فدول عمرك فمن نطلب ها هي بعد خلاص انا عم يلي تبيعون الورد شكرا أعتبر تحياتي اعتبرها رشوه تحياتي لكم <تحياتي> احبكم نزار الفارس الى الملتقى حياكم الله